هذا واجب وطني مع هذه الفاجعه اللي وقعت في الحوز مراكش. جينا باش نعطيو الدم ديالنا، راه كما شاف الجميع بان صاحب الجلاله نصره الله البارح عطى الدم، واليوم كاع الموظفين والسيد الوالي والسيده العمده والمنتخبون كلهم قررنا باش حتى حنا نعطيو الدعم اضعف ما نقدروا نعطيو لهاد الناس هادو. نضيف على ذلك كنا عقدنا واحد الاجتماع مؤخرا بحضور الكاتب العام سيد الكاتب العام ومثل السيد الوالي والسيد العمده، وقررنا كجماعه الدار البيضاء باش نعطيو واحد كل مقاطعه تعطي مليون ديال الدرهم، هي 16 مقاطعات، واضيف على ذلك جماعه الدار البيضاء غادي تعطي واحد الاعانه اوليه ديال 20 مليون ديال الدرهم في الصندوق ديال هذه الكارثه هذه وهذه الفاجعه هذه. هذا الشيء كما قلنا اضعف ما يمكن نعطيوه، وغادي يدار ان شاء الله المجلس الدوره وغادي نشوفوا، غادي نضيفوا حاجه اخرى، غادي نضيفوا ميزانيه اخرى لاعاده اعمار هذوك المناطق المنكوبه. منذ حدوث الفاجعه في ليله الجمعه السبت المغاربه بينوا وبرهنوا دائما على العطاء ديالهم، فتوجهوا بواحد الطريقه جميله جدا لجميع مراكز تحقن الدم في المغرب كامل، لكن كان اكثر في الدار البيضاء، لان جهه الدار البيضاء الكبرى جهه الدار البيضاء سطات هي اكبر جهه من ناحيه تعداد السكان، من ناحيه المرافق الصحيه، وايضا من ناحيه طلبات الدم. فالحمد لله تمكننا في خلال يومين من تحصيل على مخزون رائع جدا، واللي هو عبارة عن رقم قياسي اللي في غضون يومين فقط 7400 شخص اللي توجهوا يعطيوا الدم من غير الناس لإناب. فهذا هذا ماشي غريب على المغاربة، وبالنسبة لنا احنا كجهة وكمركز تحقن في الدار البيضاء ما غريبش علينا التعامل مع الحالات القصوى، الحمد لله، لأن الدار البيضاء ديما عندها خصاص من ناحية الطلبات اليومية اللي كتجاوز 240 حتى 300 طلب، إذا الاحتياج كيكون حتى 600 ديال الأكياس اليومية. فحنا عندنا واحد نقدر نقول بين قوسين واحد السهولة في التعامل مع هذا، لكن الحمد لله اللي هو جميل أن كان واحد الطلب وكان تلبية ديال النداء، وكان الناس جاو حتى بدون نداء باش يعطيو الدم، وما كنشوفوش غير المواطنين بوحديتهم، فطبعا حنا كلنا مواطنين كنشوفوا حتى جميع الجهات تقدموا لنا بطلبات باش اننا نجيو عندهم او يجيو عندنا باش يعطيو الدم. فاليوم مثلا حنا كنتواجدوا في ولايه جهه الدار البيضاء الكبرى سطات، ولاحظنا بان كاين واحد تهافت المتبرعين باش يعطيو الدم.